بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أبنائي وأحبائي طلاب الصف الثاني المتوسط حفظهم الله، تحدثنا في المرة السابقة عن الخصائص الطبيعية للعالم العربي والإسلامي، واليوم نتحدث عن الخصائص البشرية للعالم العربي والإسلامي. والخصائص البشرية ما يتعلق بالإنسان ونشاطه وتوزيع السكان وعمل الترابط بين العالم العربي والإسلامي. يقصد الأول بالعالم العربي والإسلامي، يقصد بالعالم العربي الدول التي تضمها جامعة الدول العربية، التي تضمها جامعة الدول العربية. عددها 22 دولة وعددها 22 دولة. أما يقصد بالعالم الإسلامي الدول الأعضاء، مقصود بها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وعددها 57 دولة. يتركز معظم سكان العالم العربي الإسلامي في قارتين، آسيا وأفريقيا، وإن كان يوجد في قارات بعض العالم أخرى دول أخرى مثل في أوروبا زي مثل ألبانيا وكوسوفا والبوسنة والهرسك، لكن يتركز معظم سكان العالم العربي الإسلامي في قارتي آسيا وأفريقيا. يقدر عدد سكان العالم الإسلامي حوالي 1.8 مليار نسمة. 1.8 مليار نسمة. عوامل توزيع السكان. السكان منذ القدم يتركزون حول مصادر المياه. فنجد أن الحضارات السابقة القديمة كلها نشأت حول ضفاف الأنهار. هناك عوامل تؤثر في توزيع السكان، عوامل طبيعية مثل مصادر المياه ومثل التضاريس ومثل المناخ، هذه عوامل تؤثر في توزيع السكان. أي يتركز السكان في الأماكن حول المياه، يتركز السكان في الأماكن الساحلية المنبسطة، يتركز السكان في الأماكن ذات المناخ المعتدل. نأتي أيضا إلى عوامل بشرية تؤثر في توزيع السكان، ومنها الأنشطة الاقتصادية، النشاط الاقتصادي، أيضا منها طرق المواصلات، مراكز التعدين أي المعادن والنفط وغيرها من هذه المشاريع التي تركز حول السكان. هذه عوامل توزيع السكان، سكان العالم العربي والإسلامي في العالم. عوامل تؤثر في عوامل طبيعية وعوامل بشرية. أما اللغات فلغات من آيات الله عز وجل، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. هذا بالنسبة للغات. ويوم القيامة مع اختلاف اللغات التي لا نعرفها كثيرا، إلا أن الله تعالى في حديث النبي ما من أحد إلا ويكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبين الله ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمر. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوصي: لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. واللغة العربية يتحدث بها العرب ويتعبد إلى الله بها في صلاة كل المسلمين. جميع المسلمين يتعبدون إلى الله باللغة العربية في صلاتهم. هذه لغات اللغة العربية، اللغة البنغالية، اللغة الأردية، لغات متعددة، وكل من يجي ربه والله أعلم بمن خلق سبحانه وتعالى. أما تركيب السكان ففي تركيب نوعي وتركيب عمري. نوعي حسب الجنس ذكور وإناث، ونسبة كل منهما إلى عدد السكان. وفي الغالب أن العالم العربي هناك العالم العربي في توازن بين الذكور والإناث، وهذه ميزة. والتركيب العمري حسب الأعمار، توزيع السكان حسب أعمار
ونسبة كل فئة عمرية إلى باقي السكان، هذا بالنسبة لتركيب السكان. في عوامل ترابط أيضا العالم العربي والإسلام. مع اختلاف الألسنة والألوان والعادات والتقاليد، إلا أن هناك عوامل ترابط تجمع هؤلاء المسلمون المؤمنون. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فأخوة الدين وأخوة النسب عظيمة ودرجتها عظيمة عند الله عز وجل. من عوامل الترابط الإسلامي، من عوامل الترابط الإسلامي الدين، يجمعهم دين واحد، دين الإسلام. أيضا يجمعهم اللغة، تجمعهم اللغة، وإن لم يتحدث بها فهو يتعبد إلى الله به. من عوامل أيضا التاريخ المشترك، والتاريخ الإسلامي يبدأ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا المصالح المشتركة بين دول العالم العربي والإسلام. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نلتقي في درس آخر إن شاء الله. السلام عليكم.